وصلت إلى قاعدة الأسكندرية البحرية الغواصة S-43 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كيلومتر خلال 20 يوماً بطاقمها المصري. وتعد هذه الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. وتعد الغواصة S-43 مع مثيلتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما سيساهم في رفع تصنيفها عالمياً. وتعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11000 ميل بحري، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو مترا على الساعة، وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء. وتضم الغواصة 8 أنابيب توربيد ومخزنا يسع 14 توربيدا، مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة إلى قاعدة الأسكندرية أن القوات البحرية سوف تظل على العهد دائما في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجها الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترساناتها البحرية.